السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن دايرة بوست كونفرتر بتحول الجهد ال 12 ل 24. طيب في البداية خالص هنتكلم عن فكرة العمل بتاعة الدايرة زي دي. انت عندك في الاول اي دايرة بوست هتلاقي مكونة من ملف شورت كدايض ومكثف. اللي بيحصل ايه بقى؟ لو انت جيت وديت جهد هنا هيبدأ يتكون هنا طيار بالشكل ده كده، تمام؟ هيبدأ يمر طيار، هتتكون هنا أقطاب معاكسة على الملف تمنع مرور التغير في التيار، وغير كده هيتكون هنا فيض مغناطيسي بالشكل ده كده. هيفضل التيار ده يمر 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 لحد ما المكثف ده يشحن، وبالتالي التيار هيبقى بصفر. الملف ده هيقول له لأ، أنا ما بسمحش بالانقطاع المباشر في التيار، فهيبدأ يعكس أقطابه، يخلي القطب سالب ويخلي القطب ده موجب عشان يبدأ يمرر تيار في نفس الاتجاه. الجهد الكبير اللي بيحصل ده هيبدأ يفتح الدايود ده ويبدأ يمر هنا يشحن المكثف. في الوقت ده هقوم قافل انا السويتش ده كده، فيبدأ يمر التيار في الاتجاه ده كده. حلو كده، يبدأ يمر التيار في الاتجاه ده كده، ويكون هنا أقطاب معاكسة موجب وسالب، تمام؟ هيفضل يمر التيار في اللوب المغلقة دي. قمت فاتح السويتش تاني، فتحت السويتش، طبعا المكثف ده شاحن يعني مفيش مجال لمرور تيار، فالملف ده يقول لك لأ، أنا لازم أمرر تيار زي ما كان معرر، فيبدأ يعمل أقطاب معاكسة مرة تانية موجب وسالب، فالجهد اللي هنا هيبقى أكبر من الجهد اللي هنا ويمر تيار. الدايود ده في البداية هيكون الكاسود عنده مثلا لو الجهد هنا الدخل 12 فهيبقى الكاسود عنده 12، فبالتالي مرور التيار هنا بيبقى مستحيل لأن الدخل عندك 12 والخارج عندك بيبقى 12 مثلا، فالتيار اللي هيبقى مارن هنا بصفر. فالملف أول ما يشم ريحة إن التيار بصفر يبدأ هو يلاشي الفيض المغناطيسي اللي اتكون، ويبدأ يطلع هو التيار من عنده بجهد أكبر، فالجهد اللي هنا هيبقى أكبر من الجهد اللي هنا، ويمرر تيار إضافي يشحن المكثف ده بشحنة زيادة. يعني كان مثلا المكثف ده عليه 12 بقى عليه دلوقتي 15 أو 16 أو 17 وهكذا. هنعرف إيه الفرق بيه الموضوع ده دلوقتي. يعني في البداية خالص هيمر تيار هنا هيشحن المكثف ده ب 12 فولت، بعد مرور فترة التيار ده هينقطع هيبقى بصفر لأن المكثف أصلا شحن، وبالتالي الدايود ده قفل. اول ما العمليه دي تتم الملف ده يقول لك لا، انا هلاشي الفيض المغناطيسي اللي عليا وابدا امرر تيار في نفس اتجاهي عن طريق ان انا هولي الجهد اكبر. طيب ونقفل المفتاح، فيبدا الفيض المغناطيسي يتفرغ في نفسه كده. اجي افتح برضه هيكون في هنا جهد متكون ومفيش تيار، فالملف ده هيبدا يفرغ شحنته اللي موجوده فيه باقطاب معاكسه ويمرر تيار، وبالتالي كده دي الطريقه بتاعت الجهد بيزيد عليه. طيب هنشيل احنا بقى المفتاح ده ونحط حاجة بتقفل وبتفتح بإشارات بي دبليو ام. هنحط حاجة زي المصفت كده وهنتكلم يعني ايه بي دبليو ام. والله المصفت ده عليه جهد هيبقى مقفول، معلهوش جهد هيبقى مفتوح، والعملية دي ثابتة في كل مرحلة. فبالتالي انا لو اديت جبت حاجة تديني اشارات مربعة زي كده موجب وصفر فولت وصفر، هيبدأ المصفت ده يفتح ويقفل يفتح ويقفل بسرعات عالية، بقى يبدأ الجهد هنا يتغير بشكل منتظم. زي ما احنا قلنا في البداية هيمر هنا تيار هيشحن المكثف، التيار هينقطع، فالملف هيلاشي الفيض المغناطيسي ويمرر تيار في نفس الاتجاه بجهد أكبر. ساعتها بقى هقفل أنا السويتش ده، فالتيار هيمشي بالشكل ده هنا كده. أفتح هيكون أقطاب معاكسة عشان يمرر تيار في نفس الاتجاه اللي كان بيمر فيه. شلنا احنا المفتاح وحطينا مصفت بإشارات بي دبليو ام. طيب أنا عايز الجهد اللي بيبقى متكون هنا أتحكم فيه، يعني مثلا اخليه 12 13 14، فلازم حاجه اسمها البي دبليو ام. ايه هي البي دبليو ام؟ هي بكل اختصار ان انا في اشاره مربعه، الاشاره المربعه دي بيبقى في جزء منها اون يعني طالع فيه فولتيه، وجزء اوف مش طالع فيه فولتيه. لو انا زودت زمن الاون وقللت زمن الاوف في نفس الحيز الترددي هتتغير الطاقه، يعني بالظبط اكنك جبت فولت مستمر، حاجة مستمرة كده، تمام؟ دي كده راحة لمثلا لماتور، وبدأت بقى ايه انا اقطعها كده،
فبالتالي الطاقة الكلية اللي راحة للموتور، يعني ده مثلا لو فولت وده كرنت، الفولت والكرنت هيديك واط، فهتلاقي الواط متقطع، فالطاقة الكلية للموتور هتكون أقل. فدي الفكرة، إن البي دبليو إم لو 50% هتلاقي زمن الأون هو زمن الأوف، لو 0% هتلاقي زمن الأوف أكبر بكتير من زمن الأون، لو 100% هتلاقي زمن الأون أقل أكتر بكتير من زمن الأوف. طيب بتفيد في إيه البي دبليو إم؟ والله على حسب البي دبليو إم، على حسب ما أنا هتحكم في التيار اللي ماشي هنا. خلينا نقول إن إحنا عاملين بي دبليو إم ضعيفة، فبالتالي التيار اللي هيمر هنا هيبقى ضعيف في حالة إن ده مقفول، يعني التيار اللي هيمر هنا هيبقى ضعيف، فبالتالي الجهد المعاكس اللي هيتكون هنا هيبقى ضعيف، فبالتالي عكسه هيبقى برضه ضعيف. فبعد ما أنا كنت بحط هنا 12 بقيت بالعافية بحط 13، طب زودت البي دبليو إم شوية بقيت وصلت بقى ل 24، يعني خليتها كده بالشكل ده، فمررت هنا تيار اكبر، فالاقطاب المعاكسه دي كانت اعلى، فمررت هنا تيار بشكل اكبر فكونت جهد اعلى. الجهد ده هو الاساس في ان هو يشحن المكثف ده. والله الجهد ده على ده كبير هيبقى شحنه المكثف هنا كبير، الجهد ده صغير هيبقى شحنه المكثف ده صغير. بيتحدد الجهد ده منين؟ عن طريق التيار اللي هيمر فيه. والله لو التيار اللي هيمر فيه كبير يبقى الجهد هنا كبير، يبقى الجهد هنا كبير. التيار اللي هيمر فيه قليل يبقى الجهد هنا قليل، ويبقى الجهد هنا قليل. طيب مين اللي بيتحكم في سرعه التيار او شدته؟ بتبقى عباره عن اشارات بي دبليو ام. لو الاشاره بي دبليو ام 100% مثلا او 90% هيمر هنا تيار كبير، فبالتالي هيتكون الجهد هنا كبير ويتولى الجهد هنا كبير. 0% هيبقى هنا الجهد قليل قوي، فبالتالي الجهد هنا هيبقى قليل قوي، وهكذا في حته الاشارات. عايز اوضح تاني حتة بتاعه الاوف، في البدايه خالص هيمر تيار في الشكل ده، فنولي الجهد على المكثف، الجهد ده هيفضل يتولد لحد ما المكثف ده يشحن خالص، يمنع مرور تيار، فالملف ده يعمل فيض مغناطيسي معاكس علشان يبدا يمر التيار في نفس الاتجاه. لما نقفل السويتش هيمر التيار بالشكل ده، لما افتحه هيبدا يلاقي ان في جهد كان هنا، في جهد كان هنا، فهو هيزود الجهد، هيعمل عكس الاقطاب عشان يزود الجهد هنا. طبعا حد هيقول لي ان المكثف هيفرغ شحنته في لوب زي دي، لا طبعا، لان ده سالب وده موجب، فالدايت ده عامل دلوقتي كاوبن سيركت بالظبط، ما هوش موجود. فاللوب الوحيد اللي شغاله في المرحله دي هو اللوب دي، هو التيار هيمشي هنا فهيتكون اقطاب معاكسه كده سالب وموجب، هتيجي تفتح السويتش هيجي بقى عايز الفيض المغناطيسي، عايز الملف ده عايز يمر في نفس الاتجاه، فيلاقي ان المكثف ده اصلا شاحن ومش هيمر التيار، فيقوم هو مزود الجهد بتاعه ملاش الفيض المغناطيسي وعامل اقطاب معاكسه بجهد اكبر من الجهد هنا، فبالتالي يمرر التيار. دي متهيألي اصعب حته في الجزء من ناحيه الفهم، يعني الجزء ده ما فيهوش اي مشكله. طيب يبقى بكل اختصار بقى حته البوست كونفرتر كلها، عايز حاجه تديني بي دبليو ام على حسب الجهد اللي انا عايزه، فبالتالي انا عملت الملف ده والدايد والمكثف، وقمت واخد من على المكثف ده فيدباك، قلت له والله انت هتفضل في العاده تزود لي البي دبليو ام من صفر لحد ما انا اقول لك اقف، يعني في البدايه خالص هاجي اطلع هنا مثلا 0% بي دبليو ام، واجي اشوف الجهد هنا هلاقي الجهد هنا لو اقل من 2.5 اقول له لا زود لي البي دبليو ام شويه، فيزودها يخليها 1%. اجي اشوف هنا هل الجهد اللي طالع عند النقطه دي 2.5، ده فولتج ديفايدر، يعني مثلا لو عايز 15 فانا بعمل حسابات معينه بالمقاومات دي عشان مثلا اطلع 2.5، دي تبع ظروف الاي سي اللي انا موجود فيها. طيب يبقى دلوقتي 0% بي دبليو ام، طلعت هنا مثلا وليكن 5 فولت، جبت عملت على مقسم من الجهد ده فما لقيتش، فلقيت ان ال 5 فولت قليله مثلا مش هتنفع، فيقوم الاي سي مدي فيدباك يقول له زود لي البي دبليو ام، فيزودها يخليها 1% ويقارن هل وصلنا لل 2.5 يقول له لا، طب زود لي خليها 2%. هل وصلنا لل 2.5 يقول لي لا، زودها ل 3%. وصلنا لل 2.5 يقول له اه خلاص يبقى نثبت على البي دبليو ام اللي هي 3%. دي الفكره بكل اختصار، ان انا بعمل بوست كونفرتر عادي وباخد منه فيدباك، قلت له لو وصلت لجهد معين وليكن 2.5 اقف بقى لحد النقطه دي. والبي دبليو ام بتزيد، طب البي دبليو ام بتعمل ايه؟ بتمرر هنا تيار بشكل مختلف، لو بي دبليو ام كبيره هتمرر تيار بشكل اكبر، وبالتالي لما اجي افتح السويتش ده هيلاقي هنا ان المكثف شاحن، فهو هيستفزه الحركه دي، لازم يعوض التيار اللي نقصه، فيعمل اقطاب معاكسه، جهود معاكسه هنا، بحيث ان الموجب اللي هنا يبقى اكبر من الموجب اللي هنا، ويمرر تيار يشحن المكثف ده بشحنه اضافيه زي ما احنا عدناها.
وهكذا. طيب الاي سي الخاصه بالموضوع ده اسمها التي ال 43 تي ال 494 بالشكل ده، بتبقى مكونه من 16 طرف. هنشرح الاطراف مع بعض. انت عندك النون انفرتنج والانفرتنج دي اللي بياخدوا الفيدباك وهنشوفها فيما بعد. اهم حاجه الفريكوانسي، عايز اطلع تردد كبير وليكن اقل من 97 او 90 كيلو. فمين اللي بيحدد لي التردد؟ اللي بيحدد لي التردد الطرف ده والطرف ده. قيمه المكثف اللي هنا وقيمه المقاومه اللي هنا هي اللي بتحدد لي التردد. فبالتالي عايز تردد اكبر من 90 كيلو، بعمل الحسابات عن طريق المعادله دي، فبعوض في المعادله بالقيم اللي انا عايزها يطلع لك التردد اللي انا عايزه. انا الاي سي او الدايره اللي مستخدمها مستخدم مقاومه 4.7 كيلو 2.2 نانو، فلقيت ان التردد طلع 97 كيلو هرتز وده تردد ممتاز. طب هاخد الفيدباك ازاي؟ عندك هنا في حاجه اسمها الفي ريفرنس. الاي سي دي بتتغذى ب 12 فولت، في جواها منظم داخلي بيطلع لك على الفي ريفرنس دي 5 فولت. خدت الفي ريفرنس اهي، وديتها على مقاومتين توالي كل واحد منهم 10 كيلو، وخدت انا الجهد اللي طالع من على المقاومه الثانيه وديته على الانفرتنج. طيب الجهد ده كان كام؟ 2.5 زي ما انا قلت لك فوق. يبقى كده الجهد اللي خارج من البوست كونفرتر هيفضل يزيد يزيد لحد ما الجهد عليه يساوي 2.5، يبدا يستقر بقى. طيب يبقى خلاص الانفرت دي موجود عليها 2.5. طيب الفيدباك بقى اللي هي النون انفرتنج عملتها بالشكل ده، 10 كيلو و1 كيلو ثابته و10 كيلو متغيره، بحيث ان لما الجهد الكبير يوصل عند 25 او تقريبا 27 كيلو، في حاله ان ال10 كيلو دي المتغيره وصلتها لصفر كيلو اوم، يبقى معايا 10 كيلو فوق 1 كيلو تحت، المقاومه او الجهد ما بينهم هيوصل ل 2.5، في حاله ان الاوتبوت وصل ل 27.5 فولت. اول ما اقلل المقاومه المتغيره دي لاقل حاجه خالص، هتلاقي جهد الخارج عندي كام؟ 27.5. زودت بقى المقاومه دي هيبدا جهد الخارج يقل. هنبدا نشوف التوصيل بتاع الدايره دي. الدايره كامله جبت التي ال 494 وصلت عشان اطلع منها تردد 97 كيلو هرتز، وصلت مكثف 2.2 نانو، ووصلت مقاومه 4.7 كيلو، دي عشان اوصل للتردد اللي انا عايزه. فبالتالي التردد اللي هيبقى طالع من الترانزستور ده هيبقى 97 كيلو هرتز، تمام. وقمت عامل ايه بقى؟ جايب الفي ريفرنس اهي، موصلها مع مقاومتين توالي 10 كيلو 10 كيلو عشان يجيلي الفيدباك عند 2.5 فولت. طيب والنقطه الثانيه بتاعت الفيدباك خدتها ايه؟ شفت الخيط اهو، ده الملف اللي انا قلت عليه، وده الدايود اللي على طول بتشوفه، وده المكثف. يبقى الخارج هيتاخد من على المكثف، مقاومتين الاثنين توالي واحدة 10 كيلو، واحدة التانية عبارة عن مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة، واحدة 10 وواحدة 1 كيلو. خدت منهم الفيدباك وديته للنون انفرتنج امبليفاير. طيب وبالتالي الجهد هنا لما يوصل عند قيمة معينة تخلي لي ان الجهد هنا يساوي 2.5 اللي هو هنا، البي دبليو ام دي هتثبت. فلو لعبت في المقاومة المتغيرة دي هيبدا الجهد هنا يزيد عشان في الاخر وفي الاول يساوي ال 2.5 اللي هنا بال 2.5 اللي هنا. ده كل هدفه. ملاحظة بقى مهمة جدا، ليه انا ما استخدمتش مقاومة متغيرة بس بدلا من المقاومة الثابتة اللي تحت؟ يعني احنا شفنا هنا، شفت انا استخدمت مقاومة ثابتة فوق ومقاومة ثابتة تحت وتحتها مقاومة متغيرة، ليه ما شلتش انا المقاومة دي واستخدمت المقاومة فوق والمقاومة المتغيرة تحت؟ والله بكل اختصار في قانون سهل قوي تقدر تعوض فيه عشان تجيب الاوتبوت. هو بيقول لك ان انت هتجيب ال 2.5 اللي انا اصلا مختارها هنا، تضربها في 1 زائد ار 1 اللي هي فوق دي على ار 2. في حالة ان انا خليت المقاومة المتغيرة قيمتها بصفر، هيفضل معايا بس المقاومة الثابتة اللي هي هنا 1 كيلو. فهتعوض في القانون ده، هتلاقي ان لما تقلل المقاومة المتغيرة لأقل قيمة هيطلع لك هنا تقريبا 27.5 فولت. طيب تخيل بقى معايا ان انا ما حطيتش مقاومة متغيرة 1 كيلو، ما حطيتهاش وبقى الشكل ده كده، ما انا خلاص مقلل المقاومة المتغيرة لأقل قيمة. طيب تعال نعوض في القانون، هيبقى الار 2 بيساوي ايه؟ بيساوي صفر، 1 على صفر بما لا نهاية. فتلاقي الفي اوتبوت ده عالي جدا، ممكن يوصل ل 100 فولت، وطبعا ده مش منطقيا.
100 فولت، فكده حصل كارثه. فعشان كده لازم تحط مقاومه ثابته توالي مع مقاومه متغيره، عشان لما المقاومه المتغيره تقل لاقل قيمه ليها يبقى معاك مقاومه ثابته هي اللي بتعوض. دايره الباست كونفرتر معانا الاي سي تي ال 494 اللي احنا اتكلمنا عنها وشرحناها بالتفصيل. وده هنا اتنين موسفت تحت الهيت سينك دي، وده تشوت دايود اللي هناك ده. هنبدا نشوف الجهد في البدايه خالص، الجهد 11.7. في حالة اللي انت لفيت المقاومة دي كده بيبدأ الجهد يزيد 12.5 12.6، هيفضل يزيد كده لحد ما يوصل ل24. عشرين ونص فولت كده احنا مدخلين الدخل هنا اهو 12 فولت، طلع لنا لحد 24.5 فولت.